بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. في جدل كتير وجدل كبير ظهر في جمهورية مصر العربية بخصوص امتحانات الصف الأول الثانوي العام، خاصة إن الامتحانات دي هتكون نواة للثانوية التراكمية الجديدة، ولذلك كانت الوزارة بتقوم بإعداد أكثر من جدول. فظهر جدول يوم 21 نوفمبر 21/11/2018. الجدول ده كان بيحتوي على المواد الأساسية والمواد غير الأساسية في جدول واحد طويل، لكن الوزارة سرعان ما نفت هذا الجدول وظهر جدول آخر يوم 23/11/2018 عبارة عن جدولين. جدول بيقول ان الامتحانات الترم الاول هيكون في امتحانين، امتحان هيبدا يوم 29/12 الى 3/1، وامتحان تاني في الترم الاولاني من يوم 17 ليوم 24، ولكن هذان الجدولان واجههم اعتراض كبير جدا من اولياء الامور ومن الطلاب، خاصه المسافات البينيه ومده الامتحانات، لان الامتحانات هتكون امتحانات غير نمطيه، امتحانات جديده تحتاج فكر وابداع وابتكار وعايزه وقت عبال ما الطلبه يتدربوا عشان نحصل على نتائج متميزه. الوزاره قامت وحللت كل هذه الاراء ووجدت انه نتيح فرصه للطلاب، فرصه كبيره، وقالت ان اول امتحانين هيتم لغت هذا الامتحان، وظهر جدول وحيد رسمي يوم 27 نوفمبر 2018 بيوضح الامتحانات ومدتها مع مراعاة الفروق الزمنية ما بين كل امتحان ومدة كل امتحان. هذا الامتحان سوف يعقد يوم 13/1/2019 إلى 24. الامتحان ده امتحان تجريبي للصف الأول الثانوي، وده الوحيد الجدول الوحيد اللي ظهر، وهنشوفه مع حضراتكم في مفاجأة سارة الجميع هيصر إن شاء الله منها. وفي جدول هيظهر آخر في شهر 3 هيكون على ما يدرسه الطلاب في شهر 2 وشهر 3، هيتعمل اختبار تجريبي، والاختبارين تجريبيين لن يتم رصد درجتهم، يستخدموا كمؤشرات فقط، ولكن هناك جداول أخرى أو اختبارات أخرى هتظهر في شهر 5 وشهر 6 لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. تعالوا بينا نستعرض الجدول الرسمي والجداول السابقة. ده يوم 23 ظهر الجدول الخاص بجدولين خاص بامتحانات المواد الصف الأول الثانوي. الامتحانات قالوا هتكون مركزية في المواد الأساسية فقط، والمديريات هي اللي هتحدد المواد غير الأساسية، يقع على عاتقها ذلك. الامتحان الأول هيبدأ من يوم 29/12/2018 وينتهي 3/1/2019 في المواد الأساسية، وده الجدول الأولاني وده جدول الصحيح في ذلك الوقت يوم 23. ثم الامتحان الثاني بالنسبة للترم الأولاني يبدأ يوم 17/1/2019 وينتهي في 24/1/2019 المواد الأساسية بنفس الطريقة، ولكن حصل جدال كبير جدا، فالوزارة قدمت اقتراح جديد او جدول جديد. تعالوا بينا نشوف، هو ده الجدول الوحيد الرسمي اللي هنتابعه مع حضراتكم وده اللي هنركز عليه، وهتجدوا جميع البيانات في خانه الديسكريبشن الوصف. يبقى جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الوحيد الرسمي، لم يظهر غير جدول وحيد رسمي يوم 27 نوفمبر 27/11/2018، وفي مفاجاه ساره جدا بالنسبه لابنائنا الطلاب. وزير التربية والتعليم قام بتعديل الجدولين اللي أنا عرضتهم من ثواني نتيجة اعتراض الطلبة وأولياء الأمور، وتواصل مع جميع الفئات، ثم بعد ذلك قام بإعلان جدول وحيد هنشوفه مع حضراتكم بعد ثواني. الجدول ده هو اللي تم إعلانه رسميا يوم الثلاثاء 27 نوفمبر، قال ان الامتحانات هتبدا يوم 13/1/2019، والوزير نشر على
صفحته على الفيسبوك. تعالوا نشوف كده، ادي سيادة الوزير طارق شوقي، ده نشرها يوم 27/11/2018، قام بتكليف قطاع التعليم العام بتعديل جدول الامتحانات استجابة لرأي أبنائنا طلاب وأولياء أمورهم، وقام بشرح كل التفاصيل، وقال إن امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام لن تضاف إلى المجموع التراكمي لأنها دفعة تجريبية، وإن الطالب بزيادة الوقت المخصص للامتحانات نتيجة لحداثة التجربة على الطلاب، وعطى فكرة عن عملية الامتحانات، قال إن الطالب هيمتحن في كل ترم امتحانين، هناخد أعلى درجة من كل ترم ونجمعها على الترم الثاني ونقسمها على اتنين يدينا المتوسط الخاص بدرجة الطالب، لذلك الطالب ما يقلقش، لأنه لو في اختبار جاب 30 وفي اختبار 30 يعني راسب من 100 وفي اختبار جاب 65 هناخد الدرجة الأعلى 65 يبقى نتيجة الترم الأولاني، ولو في ترم الثاني جاب 20 وجاب 45 هناخد ال 45 نجمع ال 65 على ال 45 يديني 110 نقسمها على 2 يبقى درجته في هذه المادة 55 يبقى ناجح. نرجع تاني ونأكد إن الدفعة الحالية بتاعت الصف الأول الثانوي اللي هي دفعة 2018/2019 مجموع الدرجات أو الاختبارات التجريبية لن تضاف إلى مجموع الثانوية العامة، لأن الثانوية العامة بالنسبة لهذه الدفعة الاستثنائية هتكون بالنسبة لسنة تانية ثانوي وتالتة ثانوي، هيتم رصد 50% لتانية ثانوي و 50% لتالتة ثانوي، ولكن الدفعة الجديدة اللي هي موجودة حاليا في تالتة إعدادي وهيتم تصعيدها لأولى ثانوي السنة الجاية هي اللي هيطبق عليها النظام الثلاث سنوات اللي هي سنة أولى زي سنة تانية زي سنة تالتة. سنة أولى الترم الأول امتحانين ناخد الأعلى، الترم الثاني امتحانين ناخد الأعلى حسب النسب اللي أعلنت سابقا، ثم سنة تانية أربع امتحانات، امتحانات في الترم الأول وامتحانات في الترم الثاني الأعلى في كل ترم وتنجمع وتقسم على اتنين، ثم الصف الثالث بنفس الطريقة وتم رصد الدرجات. أدي الجدول اللي أعلن رسميا، أعلن رسميا الاختبار هيكون يوم 13/1 في اللغة العربية من الساعة 9 صباحا إلى 11:30 مدة ساعتين ونص، ده يوم الأحد. يوم الاثنين 14 الأحياء من 9 إلى 10:30، يوم الثلاث اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 10:30، يوم الأربع الجغرافيا من 9 إلى 10:30، يوم الخميس اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11 ساعتين، ثم الجمعة والسبت أجازة، يبدأ الطالب الامتحانات تاني مرة أخرى يوم الأحد. الرياضيات من الساعة 9 إلى 10:30، يوم الاثنين الفلسفة من 9 صباحا ل 10:30، ثم الثلاثاء الفيزياء والأربعاء التاريخ، وآخر مادة تكون الكيمياء يوم 24. وده الجدول الوحيد الرسمي المعتمد، الجدول الوحيد الرسمي المعتمد، وزي ما احنا قلنا لحضراتكم هنا أسئلة جميلة لازم نتسألها. الاختبارات هتكون ورقية ولا إلكترونية؟ الاختبارات هتكون ورقية في صورة بوكلت، اختبارات ورقية في صورة بوكلت في الترم الأولاني. هيتم احتساب الدرجات اللي هي الدرجة الأعلى ما بينهم، الدرجة الأعلى ما بين هذه الدرجات. طب إيه هي المفاجأة السارة اللي احنا بنقولها لحضراتكم؟ إن الاختبار هيكون أوبن بوك، الاختبار هيكون أوبن بوك، بمعنى إن الطالب من حقه إن يكون معاه كتاب أو مذكرة أو مرجع يحضر به هذا الاختبار وياخد باله الطالب أن الاختبار يقيس الذكاء، يقيس الفهم، وانه متدرج في درجات الصعوبه، وان الاختبار هيكون ورقي في صوره بوكل. اتمنى الكل يستفاد من هذه النصائح البسيطه. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.